صيدلة بالمجلس الوطني الأخلاقية الطب لعين تيموشنت. أهلا بك سيدي وجمعة مباركة. جمعة مباركة، السلام عليكم. إذا دكتور رامتيري، يعني هناك طلب كبير خاصة على دواء الخاص بكورونا وخاصة يعني من نوع لوفينوكس، يعني صرحتم اليوم أنه سيتم ربما أن يكون هناك الدواء سيكون متوفر بداية من الأسبوع المقبل. نعم، في الحقيقة الدواء سيكون متوفر بداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله. فيما يخص لوفينوكس، يعني الجينيريك تاع جينيت نتاعه اللي لوفارينوكس، يعني المخبر راه في انتاج 24 ساعه على 24 ساعه، وهناك اتخذت التدابير من طرف وزاره صناعه للادويه، وذلك للبيان الاخير تاع 2 أوت 2022، التعليم الموجهه للمؤسسات فيصلانية لتوزيع بالجمله، وذلك في اطار مجابهه جائحه كورونا واتباع الدائم لمخزونات المواد الصيدلانية لكي السوق لا يقيح في مشكل يعني الريتيل. يعني كنت قلت ذكرت أن المخزونات يعني تكفي لسد الاحتياجات لمدة سنة، هل كانت توضح لنا أكثر؟ أنا ما قلت تكفي الاحتياجات لمدة سنة، يعني إحنا عندنا الإنتاج الوطني على المستوى الوطني راه بين 55 و60% من الادويه الجنيسه الجنيس، يعني الجزائر راهي تكفي نفسها في 55% للادويه، وكاين هناك مجهود كبير لصناعه الادويه في الجزائر، ودينا ان با يعني دينا انيلون كبير وانيلون جيون، لهذا وزاره صناعه الادويه اتخذت قرارات لكي ما نطيحوش في الاستهلاك من طرف بعض المواطنين لا يمكن السيطره عليه، لان هناك المواطنين راه المخزون نتاع الادويه هذه على مستوى المنازل وعلى المستوى الدوميسيل راه يعني كثير بدون فائده، يعني لازم لنا التسيير العقلاني والتوزيع العقلاني، لهذا وزاره الصناعه للادويه وعلى راسها السيد الوزير تنعطى تعليمات صارمه للمواد الصيدلانيه المعنيه بالتصريح بها كل اسبوع للموزعين بالجمله، منها الادويه المضاده لتخطر الدم وهي اللوفينوكس والفارينوكس، المضادات الحيويه اللي الناس راح تعقد فيها غير هكا بدون قانون وبدون وصفه طبيه، مما غادي نطيحوا من بعد في المستقبل في مشكل المقاومه ضد الجراثيم، وكاين ثانيك مضادات الحمى للباراسيتامول اللي على بالنا من في الدول المتقدمه، الباراسيتامول من في الدول المتقدمه والاوروبيه عندما لاحظوا باللي الناس راهم يستهلكوا فيها بدون طريقه عقلانيه، ولاو الصيادله راهم رجعوها رفدوها، كانت على بورتي تاع لي كليون تاع لي مالاد كاع، صيادله رجعوها شد لو كونطوار ولات تتمد يعني بالوصفه الطبيه، وكاين مضادات الالتهاب اللي هما لي كورتيكويد. حنا نعرفوا باللي كورتيكويد ما لازمهمش ثاني كيتاخذوا غير هكا، وهذا اللوفينوكس يا سيدتي وهذا الفارينوكس اللي الناس راهم دايرينه كدواء زعما شرط كونديسيونال، يعني ما بلا به المريض بالكوفيد ما يبرعش، يعني لا، هذا الكوفيد هذا اللوفينوكس يكتب بلي بريسكري اون كاتيجوري دو مالاد، يعني مختصين اللي هما كبار السن اللي هما يعني اللي مرض. لكن هناك نقص يعني عبر الصيدليات، نقص في توفر يعني خاصه بالنسبه يعني للمقادير، يعني 0.4 او 0.6 توفر، لان لا بريسكريبسيون تاعها قعدت اوتوماتيك، يعني اون كونتيتي بريسكريت كبيره ولا كادونس تاع لا بريسكريبسيون تاعها، يعني تاع والكثير من المرضى يعني يفضلون الدواء الاصلي وليس الدواء الجنيس الفارينوكس. الدواء الجنيس هذا والدواء الاصلي سي لا ميم شوز يا انيسه، نفس الشيء، ما في حتى مشكل، ما في حتى تغيير، ما في حتى هذه. والفارينوكس هذا المخبر تاعنا في الجزائر راه من احسن المخابر في العالم، راه من عنده اللوفينوكس يخدم الفارينوكس في لو ميم بريفي، يعني باش نكونوا متفاهمين هنا. طيب دعوتم ايضا الصيادله الخواص خاصه يعني الى عدم بيع الادويه الخاصه بالكوفيد الا وفق وصفه طبيه. نعم، هذا الشيء من خصوصية مجلس أخلاقية المهنة، لأن مجلس أخلاقية المهنة وضعنا حدود
لهذا الشيء لعدم توفير الدواء بدون وصفة طبية. وهذا الشيء يعني كاين دواء اللي يتمد بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات ولا لي كومبليمون اليمونتير ولا هذيك الحاجة ولا ولكن كاين أدوية لازم الوصفة الطبية. لي سونتيبيوتيك اون لي دون با سون بريسكريبسيون ميديكال. لي كورتيكويد يعني هادو ما نمدوهمش بلا تانيك المضادات. طيب طيب ينضم معنا أيضا عبر الهاتف فقط أسمحك سيد متيو، ينضم معنا فقط عبر الهاتف السيد مسعود بن عمري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. أهلا بك سيدي وجمعة مباركة. اهلا سيد الظهور، تحية لك وتحية للمشاهدين وتحية للدكتور متيبي رئيس عماد الصيادلة. طيب سيد مسعود بن عمري، يعني هناك دعوة يعني كما صرح السيد متيوي الدكتور متيوي فيما يخص انه عدم يعني البيع او بيع الأدوية الخاصة بالكوفيد الا وفق وصفة طبية. نعم، يعني لاحظنا في هذا الموجة الثالثة وين تفشى فيها بصفة يعني مخيفة هذا الوباء إفراط ومبالغة في الإقبال على الأدوية نتاع البروتوكول تاع الكوفيد، واللي فيها يعني مجموعة من الأدوية فيها مضادات حيوية بمختلف أنواعها، ثلاثة أو أربعة مضادات حيوية عائلات، فيها الكورتيكويد، فيها مضادات يعني الحمى مثل باراسيتامول، وفيها مضاد مخطر الدم. يعني الإقبال يعني رهيب ومرتفع جدا، حتى أنه أخل بالتوازن في السوق وأصبحوا الصيادلة في عجز على تلبية الطلب. لم يكن الإقبال فقط يعني بصفة تلقائية بالتطبيب الذاتي يعني لوتوميديكاسيون، ولكن بالمبالغة في تقديم الوصفات، حتى انه اعراض بسيطه جدا يتوجهوا المواطنين للاطباء ويطلبوا منهم الوصف نتاع هذه الادويه، حتى اننا عجزنا كصيادله اننا نلبيو هذا الطلب المرتفع. يعني حتى ولو كان هناك ارتفاع في الاصابات يعني ماهوش بهذا الشكل، ومن بعد نلقاو ادويه هذه تموت في المنازل ولا يتم شربها وتناولها بصفة غير معقولة وغير طبية بشكل خطر ومضاعفات، أو نبقى نلاحظنا وللأسف في ناس اللي ما عندهم حتى علاقة مع الدواء في صفحات الفيسبوك شبكة التواصل الاجتماعي يقترحوا هذه الأدوية على المواطنين. يعني الناس كل أصبحوا أطباء، الناس كل أصبحوا صيادلة. يعني احنا نوجه نداء للتعقل في يعني التناول والإقبال على الأدوية عليها. كنا ضمن الاجتماع أول أمس ما في إطار الفيدرالية الجزائرية للدواء لا فيدراسيون جيران دي ميديكامون، يعني اللي تضم النقابة تاعنا والمتعاملين دي نوب والموزعين أطفاء، وجهنا نداء عبر بيان يعني عام عمومي موجه للجميع أنه يعني الناس ما يتوجهوش للتطبيب الذاتي، والصيادلة يعني باش يكونوا صارمين في التعامل نتاعهم مع هذا التصرف وما يقدموهاش الا بتاكد من وصفه طبيه. ان شاء الله يجب يعني التعقل يعني في اخذ هذه النوع من الانواع من الادويه. شكرا لك سيد مسعود بن عمري رئيس نقابه الصيدله الخواص. اعود فقط بسؤال اخير للسيد الدكتور نور الدين متيوي، يعني كلمه بالنسبه للمواطنين، عرفوا انه يعني في اضطراب وخوف من تضاعف اعراض كورونا خاصه هذه الموجه الثالثه، يعني يجب التعقل في اخذ مثل هذه الادويه. نعم، انا اوجه نداء لكل المواطنين ان الادويه متوفره في الجزائر. لا يا با ريزون دو بانيكي، يعني اطلب من كل الناس، وانا كمسؤول لمجلس اخلاقيه المهنه وطالب الصيادله بعدم الوقوع في الخطا وصرف الادويه بكميات كبيره عن طريق البيع بدون الوصفه الطبيه. واطلب من المواطن ما يتوجه للصيدليه وما ياخذ الادويه ضد المضادات الحيويه ولا الحمى ولا مضادات الاكتئاب الا بوصفه طبيه، والا ان الدياغنوستيك نتاعو يكون فيلمي باللي راه عنده كوفيد ولا ما عندوش كوفيد ولا مرض اخر ان شاء الله. نعم، شكرا لك دكتور نور الدين متيوي رئيس فرع الصيدله بمجلس الوطني لاخلاقيه الطب عين تيموشن، شكرا جزيلا لك.